السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخوان؟ أتمنى من الله عز وجل تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة. كما كتشوفون لدينا هذا جهاز آيباد 5، استلمته قبل قليل وهو أتاني من مدينة وجدة. الجهاز كما تشاهدون فهكذا يبقى، وأنا قمت بشبكه مع اللابتوب فلا يتعرف عليه اللابتوب أيضا، ولكن هكذا يبقى الجهاز ويدخل في وضع الشاشة السوداء، يبقى هكذا لمدة ثم يدخل في وضع الشاشة السوداء. والجهاز الآن يعني لا يظهر بأنه يشحن، ولكن طيب نعم. إذن المشكل وهو صاحب الجهاز أعطاه لمحل وقاموا بعمل سوفتوير له أعطاهم إيرور 9. طيب سنحاول التيقن من ذلك الإيرور ولنعرف المشكلة بالضبط، يعني أن الآن فقط قمت بتجربته أمامكم وسأقوم بتحليل المشكل إن شاء الله لمعرفة أن يوجد سبب المشكل. طيب هكذا يبقى أبل لوجو ثم يعطي الشاشة سوداء إذا تركناه لمدة. طيب سأتركه الآن حتى سأحاول إدخاله في الوضع DFU mode، الضغط على زر الهوم وكذلك على زر الباور. طيب حتى نرى هل يتعرف عليه اللابتوب هكذا، ثم نترك هنا أخطأت. طيب سأضغط زر الهوم وزر الباور ولنا أنتبه مع اللابتوب هكذا، ثم نترك زر الباور ونضغط فقط على زر الهوم. نعم كما سمعتم فتعرف عليه اللابتوب. نعم تعرف عليه. طيب سنعطيه كما تشاهدون، سأريكم. سوف نعطيه الآن السوفتوير نعم كما تشاهدون، وسنقوم ب بتليتوز أفضل حتى أرى هل لدي السوفتوير الخاص به أم سأقوم بتحميله ثم نكمل. يجب تحميل السوفتوير. طيب سأقوم بتحميل السوفتوير ثم عند الانتهاء نكمل الفيديو إن شاء الله. طيب سأحاول الآن عمل فورمات للجهاز بعدما قمنا بتحميل الفايرموير. كما شاهدتم فقد قمت بعمل فلاش مرة أخرى بالإيزي فلاش، فكما تشاهدون يقف عند 20%. طيب سأقوم بفتح الجهاز الآن، سنقوم بفتحه إن شاء الله ثم نذهب، لأن هذا المشكل فهو في الغالب يكون من النان فلاش. طيب سنحاول قراءة النان فلاش لمعرفة، أتمنى من الله عز وجل أن لا يكون مضروب كي لا يأخذ منه وقت طويل، لأنني سأقوم بمثل الفيديو الذي سبق قمت بإرسال البيانات أو الإيميل للإتيان للإتيان بالمعلومات. طيب سأقوم الآن بوضع الآيباد ثم أفتحها إن شاء الله، وبعد أن أقوم بفتحها نكمل الفيديو بإذن الله. قمت بإزالة التاتش وكما نشاهد أن الجهاز يعني قاموا بفتحه، لا يوجد برغي هنا، وكذلك يعني قاموا بفتحه، ربما قاموا بتغيير التاتش أو شيء آخر ربما. مهم لحد الساعة لا يظهر أي شيء. طيب سأقوم بإزالة البراغي ونكمل الفيديو إن شاء الله. وبعدما قمت برفع التاتش وكذلك LCD الشاشة، قمت بإزالة الغطاء RF Shield، وكما نشاهد هنا فقاموا برفع الآي سي. ربما هذا الآيباد قاموا بإزالة الآيكلود عن طريق تغيير السيريال نمبر والسيريات الأخرى. فالمهم
الآن سأقوم برفع النان فلاش، وقبل الرفع النان فلاش يجب قياس كل هذه القطع لمعرفة السبب الأول، هل من الناد أم هناك مشكل آخر. طيب سأقوم بالقياسات ثم نكمل الفيديو على بركة الله. هو كما نشاهد الآن بالميكروسكوب، فالآن يظهر كل شيء بوضوح. طيب كما تشاهدون، طيب طيب أحبتي، قمت ب يعني عمل إعادة، فقط قمت ب إعادة قراءة الناند فلاش، ولم أقم بعمل فورمات نهائيا، بل تركته مثل ما هو، رغم أني عملت قراءة للإس إن كي نحافظ على البيانات إذا كان، رغم أنه لم يقل على البيانات شيء، ولكن فقط لاحتياط. طيب كل شيء راكب. طيب بسم الله، سنقوم كأننا نريد إعطاء السوفتوير ولنرى. بسم الله، نعم الجهاز يعني هذه المسألة عادية، يعني مثل ما كان في الأول، فهنا مثل ما كان في الأول. هل يتعرف عليه اللابتوب أم الحمد لله. نعم كما نشاهد، فالجهاز ولله الحمد اشتغل 10/10 ولله الحمد. طيب ماذا نقول؟ طيب أحبتي، مثل ما شاهدتم، فكان الجهاز فقط يقف على الأبل لوجو، وقمنا بقياس حول الاي سي، ووجدنا أن قاموا من قبل برفع النان فلاش وبفتح الجهاز إلى غير ذلك، والحمد لله يعني تعاملنا، وما الحمد لله أن بقيت بياناته كلها، رغم أنه لم يقل شيء، ولكن فهي جيدة أن كمعرفة للمرة الأخرى بإذن الله، لأنني في الغالب أقوم بعمل سوفتوير، لكن أنه اشتغل بدون أن أقوم بعمل سوفتوير، رغم أنني قمت بإعطاء كتابة للإس إن. نعم أعطيته كتابة للإس إن فقط، والحمد لله يعني بقي كل شيء كما هو، يعني وهذا شيء جيد جدا ولله الحمد. المهم خير ما نختم به الكلام هو الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا تنسوا بعمل لايك كأقل تشجيع، والسلام عليكم وإلى لقاء آخر بإذن الله. السلام عليكم.